روسيا 2015، الحرب الباردة لم تعد باردة. منذ أيام يمكن المتابعين الشؤون الاستراتيجية الدولية شافوا الفيديو الشهير اللي هنعرضه بعد شوية في عز التلج، تساقط الثلوج، الجيش الروسي في ضواحي موسكو العاصمة بينصب الدفاع الجوي، صواريخ الدفاع الجوي S-300، وبيستعد لأي هجوم على موسكو. بيفكرنا بأجواء الحرب العالمية الثانية لما كان هتلر بيغزو الاتحاد السوفيتي، ولكنه وسط الثلوج ما كانش قادر يقاوم أو ينجح في أنه هو يغزو أكتر، فانسحب وانهزم. فالروس بيستعدوا حتى لو ظرف مواتي لجيش هتلر وجه وقت الثلوج، إزاي الروس يقدروا يدافعوا عن موسكو؟ الصواريخ ديت قوية جداً، اللي هي صواريخ S-300 اللي هنشوفها بعد شوية، وهي منصوبة في ضواحي موسكو للدفاع عنها. دي لو أي طيارة على ارتفاع 25 كيلو تجيب الطيارة، على ارتفاع 25 كيلو. أي صاروخ على ارتفاع 30 كيلو تجيبوا الصواريخ اللي هي S-300. في نفس الوقت ممكن يطلع 24 صاروخ على 24 هدف، إن لو 24 طيارة في الجو أو 12 طيارة و12 صاروخ يتعامل في نفس اللحظة مع كل الطيارات والصواريخ 24 هدف في لحظة واحدة. السرعة بين الصاروخ والتاني 1.5 ثانية، 1.5 ثانية فقط المسافة الزمنية بين صاروخ والتاني. طيب الجيش الروسي لو فيه هجوم عليه وعلى موسكو، كل المنظومة بقى ديت على ما تتحرك وتجهز وتشتغل في قد ايه؟ 6 دقايق، يعني من اول الامر لغاية اطلاق الصواريخ وتحطيم الاهداف في الجو 6 دقايق من اول لحظة لغاية التعامل واسقاط الاهداف. الجيش الروسي في ترتيب عالمي للجيوش 106 دولة في العالم. نمرة 1 في العالم امريكا، الجيش الامريكي اقوى جيش في العالم. الترتيب رقم 2 الجيش الروسي، الجيش الروسي تاني جيش في العالم. الجيش المصري رقم 13 في العالم. الجيش الأوكراني 21 في العالم. كده الجيش المصري أقوى من الأوكراني، لكن طبعا الجيش الروسي أقوى بكتير. الجيش الروسي رقم 2 في العالم، الجيش الأوكراني رقم 21 في العالم. طب آخر جيش بقى في العالم في 106، الجيش التنزاني. جيش تنزانيا هو آخر جيش في العالم رقم 106 في ترتيب القوة. نرجع بقى للجيش الروسي. كان جيش الاتحاد السوفيتي 92، يلسن طلع مرسوم بتأسيس وزارة الدفاع الروسية وتشكل الجيش الروسي الحديث. عاملين نقلة كبيرة جدا مؤخرا، لأن متوقعين ممكن تنشب حرب بين أوروبا وأمريكا الناتو وبين روسيا الاتحادية، لدرجة أن الرئيس بوتين قال ممكن يستخدم السلاح النووي لو بقى فيه خطر يتهدد موسكو أو يتهدد روسيا. ودي أول مرة كان زعيم قوة عظمى يهدد باستخدام السلاح النووي. الروس دلوقتي كأنهم فعلا داخلين حرب، مجهزين نفسهم. في بقى صواريخ تانية، احنا قلنا S-300 دي الصواريخ الدفاعية أو الدفاع الجوي، إنما في صواريخ اسمها RS، صواريخ RS هجومية تقدر تشيل رؤوس نووية لغاية آخر قارات الدنيا. دي دخلت الخدمة 2014. في بقى صاروخ عملاق أسطوري فيش معلومات عنه اسمه RS بس 28، اللي قلت لحضراتكم من شوية RS اللي بيحمل رؤوس نووية لآخر قارات الدنيا يدخل خدمة 2014، ده اسمه RS-26. إنما RS-28 ده كله سر، فيش أي معلومات عنه، لكن بيقول ده هيبقى حاجة أسطورية. في غواصة اسمها يانسن، دي غواصة برضه تطلق صواريخ لغاية مداها 3000 كيلو. طب الناتو بيستعد بقى للتطور العسكري الروسي ده بإيه؟ عاملين صواريخ في الغرب بتقطع المسافة 5 أضعاف سرعة الصوت، 5 أضعاف سرعة الصوت، برضه 1.5 ثانية في الكيلومتر. ده معناه إن الصاروخ من القاهرة لطنطا يوصل في أقل من 60 ثانية تقريبا،
سرعة أسطورية 5 أضعاف سرعة الصوت. ده اللي الأمريكان والأوروبيين مجهزينه لو في حرب مع روسيا. طيب روسيا مستعدة؟ رئيس الأركان الروسي قال إحنا مستعدين، وسنة 2020 هنكون أقوى جيوش العالم، و70% من كل معداتنا هتكون حديثة تماما، وجاهزين لأي معركة مع أي طرف. وزي ما قلت إن بوتين قال ممكن يكون فيها السلاح النووي. لما نشوف دلوقتي الفيديو اللي اتصور للجيش الروسي، روسيا اليوم أذاعته، اللي هو فيه الجيش تحت التلج نازل، هتشوفوا مشاهد أصلا مخيفة لأي حد بيتمشى أساسا أو عنده مشوار. إزاي في وسط ده مستعدين لحرب دفاعية في مواجهة الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ بيذكرنا بالحرب العالمية الثانية، ألمانيا، هتلر لما غزوا الاتحاد السوفيتي ثم هزموا وسط الثلوج. روسيا وأمريكا، الحرب الباردة لم تعد باردة. وفاصل ونكمل.